دشن سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بحضور سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر محطة الاتصالات الراديوية الجديدة لمعلومة الطيران ضمن استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير النظم وخدمات الطيران المدني في مملكة البحرين وتعزيز السلامة ورفع كفاءتها لضمان توفير خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والجودة. وأوضح سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن تدشين المحطة يأتي ضمن سلسلة المشاريع الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات، حيث تعتمد المحطة الجديدة على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في مجال الاتصالات الجوية، كما تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات الاتصالات الجوية بما تحتويه من تكنولوجيا متكاملة ومتطورة بمواصفات عالية ودقيقة. من جانبه أكد سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن نقل هذه المحطة سيسهم في تطوير المشاريع الإسكانية في مدينة شرق الحد عبر تمكين الوزارة من استكمال بناء شبكات البنية التحتية في محيط الأرض التي ستوفرها المحطة، بالتالي إتاحة الفرصة للمنتفعين من القسائم الإسكانية في المدينة للشروع في إنشاء وحداتهم السكنية، لتصل نسبة إنجاز مشروع مدينة شرق الحد إلى حوالي 90%. الجدير بالذكر أن هذا المشروع يوفر بيئة اتصال آمنة ومتطورة لحوالي 8000 طائرة شهريا قادمة ومغادرة لمطار البحرين الدولي، إضافة لأكثر من 600,000 طائرة عابرة سنويا لإقليم مملكة البحرين والممتد على مساحة تقدر ب 83,000 كيلومتر مربع.